هذا اللي يحب يهتم بكل تفاصيل زوجته. النبي عليه الصلاة والسلام وقف جيش كامل، تعرف ليش؟ على موت صديقة خديجة فادت، صديقة مرته. شوف الاحترام لأصدقاء زوجته. اللي يحب يحب كل أشياء محبوبة، يحب كل اكسسواراته، يحب كل أصدقاء محبوبة، يحترم محبوبة احترام عالي جدا. هذا قلب العاشق. مو احنا هالأيام نطعن بالحبيب، نشوه صور للآخرين، نشوه سمعته. لا، الحب مو هيجي. يعني احنا ما افتهمنا الحب. الحب تضحية، الحب عطاء دون مقابل، الحب احترام عالي جدا. يا سادة أرجوكم انظرونا بنظرة جميلة جدا، أرجوكم، لأن احنا ننظر لكم بنظرة أجمل. الاحترام أجمل شيء بالدنيا، والدنيا بلا احترام تفقد معناها. يا سادة حبوا بعض ولا تشوهون سمعة بعض.